السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبح عليكم بالخير مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم. ونخص بالتصبيحة طبعا أمهاتنا وأبهاتنا، ونقول الله يعطيكم الصحة والعافية. أعزائي المشاهدين، مثل ما تعرفون في ختام أسبوعنا وختام برنامجنا من هذا الأسبوع، دائما نمر نمير ميرة الجمعة من السمك في أحد أسواق الأسماك في دولتنا الحبيبة قطر. إحنا اليوم موجودين بالتحديد في منطقة أو في مدينة الخور، في منطقة الميناء وفي شبرة السمك لهذا الميناء الجميل. خلنا نشوف وياكم أسعار الأسماك ونشوف أحد الباعة. السلام عليكم، تعالي شوي، خلنا بسم الله نستفتح حلقتنا اليوم. تعال وقف هني، أيوة مشكور. أول شيء نشوف عندك الناعوض. أيوة ناعور. هذا ناعوض كم؟ ناعور 8 ريال. 8 ريال الناعوض. ناثية. أيوة. ولد الولد. ولد الولد ما عندك. في الشم. شم 7 ريال. 7 ريالات الشم. الفرش. سم 7 ريال. 7 ريال. في عندك الحاقول بعد، هذا الحاقول. حاقول. اي اقول في نيسر. حاقول كم؟ 7 ريال. 7 ريال. النيسر كم؟ سم 7. 7 ريالات النيسر. عندك القباقب، خلنا نشوف القباقب. جوجو ناتي ما في ذكر هذا. حيلاني. ايوه. كم الحيلاني؟ 10 ريال. 10 ريالات القباقب. زين، تعال خلنا نشوف الجد. الجد كم؟ جد سم 10 ريال. 10 ريال. 10 ريالات. الشعري كم؟ شيم 13 ريال. 13 ريال للشعري. ايوه. الجش 15 ريال. 15 ريال. اللدن هذا ما شاء الله، اللدن عود عندك. اللدن كم؟ 25 بابا. 25 كيلو. 25 كيلو. زين، تعال نشوف الجش الكبير او الوسط. الجش الوسط ما نقول عنه كبير. الجشة هذه طبعا هذا الحجم، دائما هذا الحجم اعزائي المشاهدين من الجش هو المرغوب طبعا. كم الجش؟ 18 ريال. 18 ريال. 18 ريال الجش. الربيب. الربيب كم؟ 25. 25. 25. 25 الربيب. الصمان. الصمان كم؟ سيم 25. 25. الربيب هذا الصغير والقفدار العود نفس السعر. سيم 25. زين، في عندك بعد اعتقد اللي هو البياح العربي. عربي. بي عربي. بياح العربي كم؟ 45 بابا. 45 للبياح. في عندك بعد البياح الصفطي، هذا الصفطي كم؟ 35. 35. زين، نشوف الشنعد، خلنا نشوف الشنعد. شنعد كم؟ 35 بابا. 35 الشنعد. الهوامير كم الهوامير؟ همور. همور 40 ريال. 40 ريال. مال وين؟ من مال كورستري. مال الخور. زين، السكن انا اشوف عندك سكن في كبير في صغير. 20 ريال سكن. 20 ريال الكيلو. ايوه 20 ريال. والعيفه؟ عيفه 10 ريال. العيفه ب 10 ريال. 10 ريال. مشكور. اوكي مشكور. اوكي. طبعا مثل ما شفتوا اعزائي المشاهدين الاسعار نوعا ما يعني نقول في المتوسط تقريبا. السلام عليكم. تعال شوي، تعال. تعال لي، احنا قطعنا سالفتكم. سلام، كيف حالك؟ الحمد لله زين. اول شيء عندك الشنعد. شنعد كم الكيلو؟ شنعد اليوم 39 ريال. 39 ريال. في خباط صغير؟ خباط في كلاس بس شنعد فيه موجود. شنعد. زين، تعال هني نشوف معاك الربيان. الربيان هذا ربيان مزارع. ايه مزارع. الربيان مال مزارع هذا. ايه. مال وين؟ مال عمان. مال عمان. كم الكيلو؟ كيلو 30 ريال بي صغير. هذه في 40 ريال. تعال خلنا نشوف النيسر. النيسر العربي. النيسر العربي هذا شحم فيه؟ اي في شحم. اكيد اكيد. كم الكيلو؟ 25. 25 للكيلو. ممكن ان احنا نراوي السادة المشاهدين طبعا فيها شحم، يحاول انه يراوي لنا الشحم ولكن مبين انها مش انها مشحمة. ايه ايوه بالضبط شحم. شكرا شكرا. نشوف اللي بعدها الربيبة. الربيب كم؟ ربيب 30 ريال صغير. كابي شيء 20 ريال. 20 ريال. السيباس. سيباس 32 ريال. 32. ايوه. زين، خلنا نروح ونشوف بعد عندك اللي هي ال سمسم. نفس الجش. نفس الجش. ايه مال هندي. ايه سمك هندي بكم هذا؟ هاي كيلو 25. ده اخر شيء 20 ريال. 20 ريال آخر. أيه. الشعري. شعري في 13 ريال. آخر شيء ممكن 12. 13 ريال. الصمان الصغير.
سمان شقير 15 بيه 15 يا زين. تعال خلنا نشوف الشنين هو الحمراء هذه شنين هو؟ أي شنين هو؟ نبت الشر صوصو نفس الصمان ايه. كم؟ نفس الشربات 15 15 ريال. العيفه العيفه هذه العوده كبير خبه واحد يستري 70 ريال يمكن كيلو ب 10 ريال 10 ريال الكيلو. زين بعد في عندك اشوف الحواقيل الجين بعد الجين خلنا نصور الجين ونراوي الساده المشاهدين. الجين كم الكيلو؟ جين 10 ريال بكيلو واحد 10 ريال الجين الاحمر. الحاقول حقول 12 ريال 12 ريال. الشعري سيد 8 ريال 7 ريال. زين الضلعة كبير اي 7 ريال بيه 6 ريال 7 ريال تقريبا 7 ريال الضلع. زين مشكور اشكر شكرا. طبعا نشكر الباعة على تعاونهم معانا اعزائي المشاهدين. السلام عليكم كيف حالك هني انت هناك؟ تعالي شوي تعالي لو سمحت تعالي شكله مشغول تكلم في التلفون. تعال كيف حالك؟ تعال تعال شوي هني تعال شوي هني خلنا نشوف السمك عندك ما شاء الله. وقف هني. سلطان إبراهيم كم؟ سلطان إبراهيم 15 15. شعري؟ شعري 12 12 ريال للشعري. بعد في عندك أشوف الشنعد. تعال هني ونشوف الشنعد. الشنعد كم؟ شنعد 30 ريال. كم؟ 30 30 ريال الشنعد. الهامور؟ هامور 35 35. الشقر؟ الشقر في هذه 25 35 للشقرة. لا 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 25 25 زين. الحمرة كم؟ سمسمة نفس الشيء. السيباس كم؟ سيباس 35 35 للسيباس. مشكور اوكي مشكور شكرا. طبعا انتقل على اللي بعده اللي بعده على طول اللي بعده. السلام عليكم. تعال لي هني تعال لي هني شوي كيف حالك؟ يا انت مالك ربيان مالوين هذا الربيان؟ مالوين عماني مال البحر ولا مال مزرعة؟ مزرعة مزرعة. أيوة. كم الكيلو؟ كبير بي 35 صغير بي 30. زين عندنا الهوامير خلنا نشوف الهامور. هامور كم؟ هامور اليوم 40 ريال 40 ريال بس في بالول صغير. لا يسكل باليوم بطرة يجي سيد كله واحد يعني الكيلو كله بالكيلو كله واحد سابق كبير سويق رجيس كبير كم عليه ما بي مالو ميديوم بي 40 ريال. زين تعال نشوف بعد عندك الشنعد. الشنعد كم؟ شنعد اليوم 39 بيا 35 36 30 شكل بيا. زين البياح؟ بيا في مال ذخيرة كيلو 40 ريال. مال ذخيرة؟ أيوة 40 ريال 40 ريال الكيلو. كيلو شحم؟ شحم فيه هو. زين شوف بعد اللي هذه اللي هي السيباس مال الدوحة. بس دوحة كم هذه؟ هذه كيلو 30 ريال بابا 30 ريال الكيلو. طبعا احنا نحب ننوه اعزائي المشاهدين هذه سمكه السيباس او في بعض الدول العربيه يسمونها القروس صح؟ القروس سمك القروس. هذه طبعا يعني جديده شوي على بحرنا ولكنها ما شاء الله تتواجد بكثره في خلال هذه الايام ومشحمه ما شاء الله. شحم ذي سلام بيبا سلام. زين شوف الجش. الجش هذا بكم؟ 18 بابا بيا 15 شكل بيا اليوم فاتوره 18 فاتوره اليوم 18 بيا 15. زين زين مسامح يعني. زين الشعري؟ شعري اليوم 13 بابا 13 ريال. ايوه زين شوف عندك البدح بعد؟ بعدها في بابا بعدها دي سكير 15 ريال 15 ريال البدح ريال. زين الصمان؟ صمان بي اليوم 20 ريال بابا 20 ريال. زين الشقر هذا صغير الشقر اول مره اشوف انا الحجم هذا. ايوه مال منك مال الذخيره انا برجيبه مال الذخيره. ايوه بكم الكيلو؟ هذه كيلو 10 ريال 12 ريال 10 ريالات 12 ريال. زين في بعد العيفه. العيفه هذه بكم؟ يبقى 15 15 ريال 20 ريال بي 15 بي. زين في عندك بعد القرقفان. القرقفان كم؟ 10 ريال 10 ريال القرقفان. أيوة. ما تنزل؟ نزل 8 ريال 9 ريال 7 ريال بي انا بس زين. زين زين وهذه ميكس هني السمك خلطه هذه كل شيء فيه. ايوه كله فيه ميكس. هذه بي 6 ريال 6 ريال ميكس 6 ريال صح. حظك نصيبك. ايوه زين زين والشعري الصغار هذا كم؟ بي 8 ريال بابا انا بي 7 ريال 8 ريال شكل بي. زين مشكور مشكور بابا شكرا شكرا. طبعا احنا في الفتره هذه اعزائي المشاهدين يعني دائما يعني نحاول قدر المستطاع نقدم مثلا نصائح يعني توجيهات
خصوصا البحارة ما يحتاجون توصية، ولكن بشكل عام ان احنا خصوصا في هذه الفترة يعني الجو حار، يعني نوصيهم على مسألة الثلج والتثليج مهمة جدا. السلام عليكم، تعال لي شوي، كيف حالك؟ الحمد لله زين. مدير ربيان مال وين؟ ربيان مال ومان مدير. كم الكيلو؟ 30 ريال. 30 ريال مزرعة؟ اي مزرعة مدير. زين، في عندك انا اشوف الشعم. ايوه الشعم مال الذخيرة. مال الذخيرة كم؟ مال قريب 35 ريال. 35 ريال. ما شاء الله. حلو، هاي باخذ منه انا ان شاء الله. زين، الهامور كم؟ هامور 40 ريال اليوم. 40 ريال الهامور. الخباط الصغير هذا، خباط بيا في 34 30 ريال يقدر اعطي. مال وين؟ مال كور قريب. مال خور. زين، الربيب الصغار هذا الذهب. ايوه سيمسم ذهب 30 ريال. 30 ريال بالجرام؟ ايه مال جولد سيمسم ذهب. زين، عندك الحمارة، الحمارة بكم؟ حمارة في 28 بيا 25 يقدر، مو مشكلة. زين، نشوف بعد الصالة هذه العودة. ايه شال ان زين 22 ريال بيا. 20 ريال. 20 ريال. زين، الخباط هذا نفس السعر ولا غير؟ لا هذا مال ميديوم سنات. الخباط غير ميديوم غير. يعني 39 مال الحكومة 35 بيا مو مشكلة. 35 سامح. زين، الجش صغار. الجش صغار 10 ريال بيا. 10 ريالات الجش الصغير. الصمان كم؟ صمان 15 مو مشكلة. 15 ريال. بعد نشوف عندك الجدود، الجد. جد يقدر 12 ريال بيا. 10 ريال مال وين؟ مال دوخة هذه. مال الدوحة. العيفاء كم؟ عيفاء 15 ريال. 15 ريال. تعال نشوف الكوفر. كوفر اليوم شحيح نوعا ما في السوق، ولكن ما شاء الله متوفر عنده. كم الكوفر؟ كوفر 15. 15 ريال الكوفر. الشعري هذا البيبي شعري هذا صغير وايد. صغير وايد. شعري مال قرقورنا بجيب لي مالانش 10 ريال بيا يقدر 8 ريال مو مشكلة. 8 ريالات. مشكور ان شاء الله. شكرا يا حبيبي. شكرا شكرا. طبعا انا طفت محل، انت خليتني اطوف محل، جزاك الله خير. نشوف المحل اللي هناك او المحل هذا. السلام عليكم، تعال لي هني، تعال لي. نبدا بدايه من عند الجد، تعال وقف هني. كيف حالك؟ زين بابا الحمد لله زين. جد هذا مال وين؟ مال خور بابا. مال خور. كم الكيلو؟ 10 ريال بابا. 10 ريال الجد. الشعري؟ شعري 13. 13 ريال. السكن؟ سكن 15 بابا. صغير صغير هذا. ايه 15 ريال. ايوه. زين، في عندك الفرش هذا، الفرش ولا ما في زياده منه؟ فرش ما في بابا، سنين بابا في صغير هذا بس. ايه بس حبتين. ايه. كم بتبيعهم؟ 10 ريال شكل بيهم. زين، تعال تعال خلنا نشوف الجش. الجش هذا كم؟ جش 18 بابا. 18 ريال. العيفا؟ عيفا 20 20. السيباس؟ سيباس 35. تركي؟ ايوه تركي. زين، تعال 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 معاي خلنا نشوف الهوامير. الهوامير كم؟ هامور 40 ريال. 40 ريال. والنعيمي؟ نعيمي 21 بابا. 21. الشنعد؟ الشنعد كبير 42. العود 42. أيوة. العيفة؟ عيفة 20 ريال. سمسم 20 ريال. زين، مشكور. مشكور بابا. شكرا شكرا. طبعا أعزائي المشاهدين، احنا بننوه على مسألة ان السوق في الخور هني ما شاء الله فيه محلات يعني وايد، وكذلك يحتوي على يعني منطقة لبيع المواد الغذائية وغيره، وفيها كذلك تنظيف الأسماك. السلام عليكم. وين الأخ اللي هني؟ راح. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. أخوي فراس شوي يعاوننا. تعال تعال لي. السلام عليكم، كيف حالك؟ ربيان هذا بكم؟ هذه 30 ريال. 30 ريال. زين. الشعري؟ الشعري هذه 10 ريال. 10 ريالات الشعري. الشنعد؟ الشنعد هذه 34. هذه خباط. خباط كم آخره؟ آخر 30 ريال. هذه 30 ريال. نشوف عندك البالول، هامور. بالول هذه ميديوم سايز، هذا 40 ريال. هذا 35 آخر. زين، في عندك الجش. الجش كم؟ جش هذه 15. 15 ريال. طيب أنا أشوف عندك هذا سولي. سولي؟ لا هذا السولي. هذا سولي. إيه سولي، حبة واحدة بس. واحدة بس هذه. ما عندك زيادة؟ زيادة ما في. هذه سيم سيم. مع الشعري بتحطه. زين، العيفة كم؟ عيفة هذه 20 ريال. 20 ريال. الصمان كم؟ صمان هذا 21. 21. زين، الجش، جش صغير هذا. صغير هذا 18 ريال.
15 ريال. الفرش كم؟ هذه 8 ريال. 8 ريال. شوف عندك القرقفان، القرقفان كم؟ 8 ريال. 8 ريال القرقفان. عنفوز، عنفوز خلينا نراوي الساده المشاهدين بس عشان يبين العنفوز، عنفوز كم؟ 5 ريال هذا الشيء. 5 ريال؟ 5 ريال. زين الكوفر؟ كوفر هذه 13 ريال. 13 ريال كوفر؟ كوفر. سكن؟ سكن هذه 15 صغير. 15 سكن. الوحره؟ الوحر خلنا نراوي السادة المشاهدين ونخليها فوق. لو حرة كم؟ هذه كم ريال؟ آخر كم تحسبها؟ هذه 3 ريال. يلا 3 ريال بشيلها أنا. زين مشكور شكرا. طبعا أنا أعزائي المشاهدين يعني وصلت إلى الحد يعني خلاص قمت أخذ الوحر، لأن أحيانا يعني بعض أنواع الأسماك تكون شحيحة في خلال هذه الأيام. السلام عليكم. تعال هني، تعال. كيف حالك؟ تعال لي شوية ناخذ من وقتك. أول شيء نبدأ بالعفاه. العفاه عندك العودة هذه كم العفاه؟ عفاه 10 ريال كيلو. 10 ريال. 10 ريال الكيلو. كم كيلو فيها يمكن هذه؟ 6 كيلو 7 كيلو. 6 كيلوات 7 كيلوات. زين في عندك بعد اللي هو البسار أو الضلعة هذه كم؟ أيوة أيوة 7-8 ريال. 8 ريال. أيوة. تعال تعال هني. تعال خلنا نشوف الفرش. الفرش هذا كم؟ فرش 5 ريال 6 ريال صغير. زين الشعري؟ ايوه شعري 10 ريال 12 ريال سيم سيم صغير. الصمان؟ صمان سيم سيم 12 ريال 10 ريال كله ركيس. زين الفرش هذا العود الحجم الكبير 10 ريال. كبير 10 ريال. زين تعال معاي بعد شوف القرقفان. قرقفان بكم؟ 10 ريال. 10 ريالات. كل شيء 10 ريالات عندك. أيوة. انت اليوم ما شاء الله عليك. زين الشعري 13 ريال. نزل 10 ريال. اوكي ما في مشكله انا الاعلام مره. أيوة. واحده. تعال تعال الشعري الجش. الجش كم؟ أيوة. جش 15 ريال 18 ريال سيم سيم كلش. زين وهذه العماد؟ عماد 10 ريال 12 ريال ركز. العماد ب 10 ريال. ايوه كل شيء 10 ريال. شعري الشعري العود كبير ابي 20 ريال. وقفشه هذه شعري كبير 20 ريال. 20 ريال. زين زين وبعد عندك الهامور. هذا الهامور كم؟ 40 ريال. 40 ريال. 40 ريال. ايوه زين مشكور جزاك الله خير. شكرا سلام. شكرا. طبعا احنا احيانا في السوق اعزائي المشاهدين ما نبي نضيق على اللي مثلا يا يشتري ولا احيانا البعض يا يشتري، فاحنا نحاول ناخذ فقط زوايا معينه من بعض المحلات على اساس بعد ما نضيق على الزباين. السلام عليكم. تعالي شوي تعالي. اول شيء البسار عندك كم؟ بسار 9 ريال. 9 ريال. اي زين الفرش هذا الفرش العود. فرش 10 ريال. 10 ريال. وعندك الشعري. الشعري كم؟ 13 موجود. 13 ريال الشعري. الشقر. شقر هذا 29 28 ريال. 28 صافي ما عندك؟ صافي الحين ما في. كل السوق ما في صافي؟ ما صافي ما يجي اليوم. مو ما في صافي، زين مو مشكلة. تعال لي تعال لي الربيب. ربيب في 26 ريال. 26 ريال الربيب. أي. كبير صغير نفس السعر؟ لا كبير رخيص. كبير ما في وسط كله. زين الجش الكبير؟ جش 18. 18 ريال الجش. تعال الشنعد. الشنعد كم؟ شنعد وسط 39. 39 الوسط. زين الهامور الهوامير هاي على كم؟ حمر 40 ريال. 40 ريال. الحمرة. الحمرة كم؟ حمرة 1 كيلو 28 كبير. 21 ولا 28؟ 28. 28. نزل سعرها شوي. ايوه ريالين نزلت. محل قبل هناك ارخص. الاول في الين سمك شوي شوي فيه. سمك في جادة في موجود. جادة في ركيز. نفر طولين تنجلات فيه. لازم لازم سوي لازم تسوي عرض. ما في مشكله يجي نفر عشان الزبون. تعال تعال عندك بعد السلطان ابراهيم. سلطان ابراهيم 1 كيلو 20 ريال. زين في عندك بعد الحمره صغير. اي 33. 33 البلطي هذا مال وين؟ هذا مال يجيب مصري. اي بكم الكيلو؟ كيلو 15. 15 ريال كيلو. تعال بعد نشوف
عندك السيباس، سيباس كم؟ سيباس 35 تركي. اي تركي. زين، تعال بعد نشوف عندك الخثاثيك. قبل الخثاثيك خلنا نشوف الجد اول شيء. الجد ايوه. جد كم؟ كيلو 12 ريال. 12 ريال الجد. السوبريم؟ السوبريم 30. مال وين؟ هاي مال تركيا. تركي. الجين، الجين هذا الاحمر. ايه جين حبتين. حبتين بكم؟ كيلو 20 ريال. 20 ريال. العقله؟ نيسر هذا 10 ريال. 10 ريال للنيسر. تعال نشوف الشنعد. الشنعد كم الكيلو؟ هذا موجود كبير 42. 42. الخثاق، الخثاق هذا مال وين؟ هذا مال عمان يجي. الخثاق العماني بكم؟ 33. 33. في بعد عندك اشوف انا الحبار الصغير هذا الاحمر. اي من وين هذه؟ اي مال عمان يجي. عماني. كم كم الكيلو؟ كيلو 40 ريال. هاي كبير. كبير هذا، هذا منه نوع عادة يجي صغار، ولكن اشوف ما شاء الله الحجم هذا يعتبر حجم كبير. كم اخره تحسبه؟ اخر سوي 38 ريال. 38. زين، مشكور. عفوا. شكرا. شكرا. طبعا احنا اعزائي المشاهدين الوقت يداهمنا، ووصلنا طبعا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي انا وفريق العمل، نشوفكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل. حياكم الله.